ليه العالم كله تخلى عن اوكرانيا؟ وهل هيسيبوها كده؟ يعني مفيش دولة اوروبية هتتدخل في الموضوع خلاص؟ في الحلقة دي انا هقولك ليه اوروبا كلها تخلت عن اوكرانيا. بس في الاول ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر اعرف اللي انت اتفرجت على الفيديو، وكمان تعمل شير عشان خاطر اللي معرفش يعرف. حاجة بس صغيرة، تعمل اشتراك مش اكتر من كده. يلا توكلنا على الله. فليدامير زيلينسكي رئيس اوكرانيا الحالي بعد فوزه في الانتخابات سنة 2019، وقبل ما يكون رئيس جمهورية كان ممثل، ومش اي ممثل يا صديقي، ده كان ممثل كمان كوميدي ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو ومؤسس استوديوهات كبيرة جدا اسمها كفرتال 95. اخر اعماله مسلسل كان اسمه خادم الشعب، بدأ سنة 2015 خلص في 2019، وبسبب المسلسل ده اتعمل حزب اسمه خادم الشعب. نركن بقى زيلينسكي الممثل الكوميدي بقى على جنب، ونشوف بقى زيلينسكي اللي عمال بيصرخ ويصوت لكل الناس: الحقونا يا اوروبا، اه يا جدعان البلد بتخسر، هنخسر الحرب والله، وهم ودن من طين وودن من فطير، يا جدعان فين الوقود اللي انتوا وعدتوني بيها؟ واوروبا ولا سامعه اي حاجه، مش سامعه جميد دي جي، حاطين الهاند فري في ودنهم وعمالين بيسمعوا راب. يوم زيلينسكي يسكت؟ لا، يوم عامل لهم انفولو في تويتر. على فكره الكلام ده حقيقي والله، عمل لهم انفولو كلهم. اوكرانيا يا جماعه اتزنقت زنقه وحشه جدا، كانك جايب بني ادم حطه مترين في متر مع كلب وولف بيقزقزك. الموضوع من الاول احنا قلناه ان اوروبا كانت عايزه ان هي تدخل معاها اوكرانيا في حلف الناتو عشان تضيق الخناق اكتر على روسيا، لان روسيا دي على فكره يا جماعه بجد بالنسبه لهم صداع كبير جدا. وطبعا في وعود من اوروبا كبيره جدا لاوكرانيا، وكمان كانوا عمالين بيقولوا لهم ما تخافيش يا اوكرانيا انا مش ناسيكي. احنا طبعا عمالين بنسمع اوكرانيا دلوقتي وهي عماله بتغني اتنسيت. طب السؤال اللي احنا سالناه في اول حلقه وما جاوبناش عليه لحد دلوقتي: ليه اوروبا اتخلت عن اوكرانيا؟ انا بقى هفاجئك، مش عشان خاطر القوه النوويه اللي عند روسيا، لا خالص، عشان روسيا بتغذي معظم دول اوروبا بالغاز الطبيعي. عندك دوله مثلا زي المانيا 40% من الغاز بتاعها جاي من روسيا. انا بكلمك على المانيا بس، ده لسه عندك ايطاليا وفرنسا وتركيا وهولندا والنمسا وبولندا وانجلترا والمجر وكازاخستان وبيلاروسيا واليابان والصين ودول ياما كتير يا سعاده البيه، تاخد حصص كبيره جدا من روسيا. وزي ما قال المثل الالماني: جود النخت العب ضغط. روسيا لوحدها في العالم كله بتطلع 49% من الغاز الطبيعي، رقم واحد بلا منازع. فتخيل انت بقى كدوله تقوم تقف بقى مع اوكرانيا، يقوم قافل عليك حنفيه الغاز، وبكده ماما مش هتعرف تعمل الناجتس اللي انت بتحبها. فماما تعمل الناجتس والبطاطس اللي انت بتحبها، ولا تروح تقف مع اوكرانيا؟ الناجتس طبعا. اخر حاجه حابب اقولها لكم ان روسيا لو مسكت رئيس اوكرانيا هتعمل منه شيش طاووق حرفيا. عشان كده الدوله الوحيده اللي كان قلبها جامد شويه وكانت بتتكلم انجلترا، قالت اللي احنا ممكن نعمل لجوء سياسي رئيس اوكرانيا، وباقي الدول كالعاده خافت حتى تستضيف عندهم. بس ليه بقى انجلترا هي الوحيده اللي ممكن قالت الموضوع دوت وفتحت صدرها شويه؟ مبدئيا كده عشان خاطر انجلترا يا جماعه مش بتعتمد اعتماد كلي على الغاز اللي بيجي من روسيا، على الرغم ان هي بتستورده منهم، بس لو حصل واتقطع فكك انا ما بيهمنيش اي حاجه. شكلهم دافعين فاتوره الغاز. احنا نرحب برئيس اوكرانيا يجي عندنا اهلا وسهلا على عيننا على راسنا، لكن حرب نو نو نو. طب العقوبات الاقتصادية ممكن تعمل ايه في روسيا؟ ده بقى ممكن نجاوب عليه الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله. بس انا اهم حاجة عايز اعرف التفاعل بتاعكم، عشان كده انا هسأل السؤال ده: هل العقوبات اللي هتقوم على روسيا دلوقتي ممكن تخلي في حرب عالمية تالتة حرفيا؟ ريت تجاوب على السؤال دوت في التعليقات تحت، وما تنساش تتفرج على الحلقات اللي فاتت عشان خاطر في حاجات كتيرة ممكن تكون فاتتك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية ان شاء الله على خير. يا رب يا رب.